من داخل غرفة خلع ملابس الخاصة بنادي الأهلي باستاد رادس. معايا في هذه اللحظات كابتن عبد الله سعيد أحد نجوم المباراة النهاردة. عبد الله مبروك، أداء كبير وأداء رائع منك النهاردة ومن الفريق بشكل عام، وقدرنا إن احنا نفوز ونتأهل. الحمد لله، يعني الشوط الأولاني ما كناش يعني كويسين أوي، كان في ضغط، اللعيبة كانت مشدودة شوية، بس يمكن الجون اللي جه فينا إدانا حرية أكتر، كلمنا إن احنا لأ يعني كان كله بيتكلم إن احنا يا جماعة نقدر ولازم. الحمد لله زي ما تعودنا من لعيبه الاهلي دايما على قد المسؤوليه، وكانوا رجاله ونزلوا الشوط الثاني كان عندنا فرص كتير جبنا وكنا وضيعنا، كان ممكن النتيجه تطلع اكتر اعلى من كده. الحمد لله بشكر كل اللعيبه والناس كلها اللي تعبت والجماهير اللي جت ورانا والناس اللي كانت عندها امل فينا ان احنا نعمل حاجه، فالحمد لله ان احنا كنا على قد المسؤوليه، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرم ونكمل في البطوله ان شاء الله وتبقى لينا فيها ان شاء الله نصيب باذن الله. ابتدينا المباراه بشكل جيد جدا، وبعدين جه فينا هدف من ضربه جزاء. اتكلمتوا مع بعض ازاي بين الشوطين ومع الكابتن حسام بدري والجهاز الفني عشان نقدر نحقق النتيجه وسريعا قدرنا نجيب هدفين مع بدايه الشوط؟ مفيش، الكابتن حسام اتكلم معانا ان احنا يا جماعه عادي، احنا كده كده كان لازم جايين نكسب وجايين نلعب على مكسب، احنا مش جايين يعني ممكن يجي فينا جون، والكابتن كان اتكلم معانا قبل الماتش وجي فينا جون، لازم نركز، احنا كده كده لازم نجيب جوان وعندنا فرص، والحمد لله يعني قدرنا ان احنا بين الشوطين نرجع تاني، وقدرنا الشوط التاني يبقى عندنا تركيز اكتر وحماس اكتر، والحمد لله اللعيبه ادت بشكل كويس، وزي ما قلت لك يعني الحمد لله قدرنا نجيب جونين، وكان ممكن نقدر نجيب اكتر من كده. ضغط الماتش كان كبير، بنحمد ربنا ان اللعيبه يعني كانت على قد المسؤوليه، واتمنى ان شاء الله باذن الله جاي احسن باذن الله. شكرا ان شاء الله. لسه متواصلين ولسه احنا متواجدين.